Na potpuno uništi i da ne postojimo na ovom dunjalku. A braća, Allah im podario ono što si, što žele. Stvarno, oni su odmah se digli i imamo braće muđahide. Došli su da nam pomognu u ovdje. A isto braća u Saudijskoj Arabiji i oni su isto puno znači našim Bosancima. Samo što naš narod ne sva tako iko nam pomoći. Šta kaži za... Šta rekao ti za mamu, moj mama, babu, salam ti? Ja bi, iako i ne znam, htio bi posalamiti sveg srca i zahvaliti im se i Allahu do ovu put. Allahu. Da imaju sabu, a njihov sin se voli kuna Allaha ti za Allah. Jazakallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. كيف الجو سلمى؟ هذه أنا طويل. الله أكبر يا. بس عندك قوة. كيف حالك جبير؟ الحمد لله. كم عمرك جبير؟ 17. 17 سنة. طيب كيف الجهاد؟ والله الجهاد طريق الرجاء. إن شاء الله ثابت على هالطريق إن شاء الله. بإذن الله. قتل أعداء الله إن شاء الله. بإذن الله. طيب من متى ما خزنت الجديد؟ والله مدة طويلة. طيب تبغى نجيب لك ولا حاجة؟ والله إذا في ما نقصر. يعني برضك مصمم ها؟ ها؟ أقول لك كلمة طيب توجهها لأخوك أبو عمر الحربي. والله أبو عمر الحربي إن شاء الله نذكرنا عند ربه. ما هذا الكويتي؟ ما هذا الكويتي يسامحنا. يسامحك؟ طيب السلام عليكم. حيدر الأحسائي كان رحمه الله لا واصل أيوة أبدأ يلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله البيت إلى آخره لا والله يا أخي لا مالك حاجة كم توجه لإخوانك يا طيب أوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعة على ما أمر الله به وصلى الله عليه وسلم أوصيكم
ايش الخرق؟ لك طيب لا ايوه واشتراه معك الصيفيه. اقول لك انا في الجهاد، انت توفى اخوانك على الجهاد. سيكون بي هذا الجهاد الفعال. والله 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 لا بس يعني قل كلام زي الناس شو كان؟ أعطيكم خاطر نية بس هالسيئة. طيب و يعني. فكر، أنا عارف إنك ما درست ولا شيء ولا تعلم، بس يا يقول لك الدوفة خدت الشجر. أوصيكم لا تماشون مجانين. لا والله تعال. يعني ما يكون اللي بالسوء. ايوه جزاكم الله خير. بس ايه يا حبيبي والله ما عندي شيء. طيب ايش قاعد تسوي انت؟ انا قاعد اجاوب شخص في الصلاه الى الاخوه، اوصيه في هذا لان ياتينا الى هذه الارض. الله اكبر. وان يشارك لنا في هذا الجهاد. الله اكبر. وان يبتعد عن هذه الدنيا الملعونه. الله اكبر. الذي لعن الله ورسوله. الله اكبر. وأسأل الله أن يخص نياتنا وأن يجعل هذا الكلام من القلب إلى القلب. وجزاكم الله كل خير. بس غامر 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 حلوة 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 على حركة يا صميتان ولا مقيد يا ولا أم أم والله ام ما في ادينا يا شيخ خلاص تشرب شيء اعطيه بالسجون برا انا في التسوق مع السيجاره ماشي التوب يا شيبه مع السيجاره يا شيبه كنت يا شباب يا شيبه مع السيجاره الجزمه صور صور اللي طاح صور اللي طاح صور ايه صور حاضر عليك عجوز الدم يا صحيبر والله في حالي الله الله السلام الموجودة في مدينة طرابلس مهددة ومهددة بالقصف، وترى الآن المحطة الآن مغطاة بالطابوق وهي تؤدي خدمات خلال 24 ساعة مما يؤمن لها حواجز صعبة الحال. خلاص خلاص مصفيها. السلام عليكم. الله عليكم. الله كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كلم سجل اخوان. والله ما عندي شيء، انا الشباب ينتظرون برا فما اقول الا مشوف. يا اخي كلم سجل اخوانك. خير ان شاء الله. بعد مثل ما وصلت السماء رسول الله. انا اقول لك مهما جلست في هذه الدنيا مهما احدثت من احداث وظهرت من اصحاب في اي مكان من بقاع الارض لك احضار واصحاب. فسبحان الله انك مفارق وما تجتمع معهم في هذه الدنيا ومش مجتمع معهم الا ان شاء الله في دار القرار محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الله أهلا الله ما يسيرنا بس بحسوها بالله الله بخير أنا الله يسلمك أه؟ الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. وش كنيتك؟ وعلى الأحساي. حياك الله يا أبو معاذ. أبو معاذ كلمة تقولها لإخوانك. توصي إخوانك. والله وصيهم برد سلام الإسلام. الله أكبر. لأن هذا طريق. هو طريق الأبطال، طريق الشهداء، أقرب طريق للجنة، طريق العز والكرامة للإنسان. هذا يعني أفضل شيء الإنسان يحصل عليه. فأما ننصر المسار وين اختفى المسار؟ يا رجال
هارد. وايش كنيتك؟ اخوكم في الله جلاص محتاج. شو صوتك؟ اخوكم في الله جلاص محتاج. حياك الله. طيب جلاص كلمة وجهها لاخوانك. والله طبعا ما الا خاطرة وفي اخواني سواء في الذين في ارض الجهاد ام الذين طبعا في البلاد هناك بمواصلة هذا الطريق وانه طريق شاق، فوالله لا يصبر في هذا الطريق الا الصادقون مع الله سبحانه وتعالى، ونرى الذين استشهدوا نحسبهم من الشهداء وفي زمرة الشهداء أخوة كثيرون سواء من منطقة الأحساء أو من غيرها، فكنا نراهم يعيشون معنا مثلما نحن جالسون أنا وهذا الأخ وذاك وغيره، وسبحان الله في لحظة واحدة عندما يقولون هيا إلى هذه العملية أو إلى العملية القادمة كلها سويعات ويختار الله أو يصطفي الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الشباب من كان معنا. فأذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على الجهاد، عليكم الجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. ولا ننسى قول الله عز وجل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكلمتي الأخيرة أو خاطرتي الأخيرة هي بأن أوصي إخواني وأهلي بمواصلة هذا الدرب، وأنه درب شاق ولا يواصله أو ولا يقدر عليه كما قلنا إلا الرجال الأفذاذ. فالله الله بالجهاد وحياتكم الجهاد وعزكم الجهاد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. ان شاء الله جاي هنا ولا رايح توزع؟ منو؟ لا رايح الجبهة كتيبة بعدها؟ نعم. لا متى؟ بعدين بعد ما في شيء. وين؟ بعد ان تأتي من الجزيرة؟ لا ممكن اجي هنا، اذا باجي باجي هنا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا أبو عمر الحربي أحدى قادات المجاهدين في البوسنة والهرسك. الحراس أبو. وهذا أحد الإخوان الحرس. حرس الكوماندو هذا الكوماندو. تق الله يا كوماندان. تق الله. ورنا وجهك. قليه. لقد دخل احدى المعارك واصيب باصابة ولكن قدر الله له ان شفي وهو الان. انظروا يا احبتي بالله لقد خدم الاسلام خدمة جليلة. ابو عرمة خير يا منافس. احد الحراسات على الجنبيرة. احدى حراسات احد الاخوة البتار اليمني. بتار اليمني ما شعورك وانت تحرس احد قادات المجاهدين العرب؟ انا افتخر بهذا. الله اكبر. احد قادات المجاهدين. الله اكبر. كبار قادات المجاهدين. تكبير. الله اكبر. تكبير. الله اكبر. كبيرنا. كبيرنا. الحمد لله رب العالمين. ها هما الاخوه المجاهدين يصلون صلاه العصر. في احدى القرى الصربية المحتلة من المسلمين.
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون والذكر يفرمز رواه. شوف المطر الصح تعجي تابقى ايش جي الاسلامية انت واشمن ليس ينفصل اراقب حبة الليل يحدوها الشذى الخذل وكل قذيفة يشدو على انواعها الامل تقول وربما قول يقر بطيبه يلا يا ابو سلمى يلا ابو سلمى في هذه اللحظات معنا اخوات الله جالسين جلسه شعبيه على ما بدا في الكرم ضفاف وش ضفاف مجرى المياه ضفاف النهر الصغير مجرى المياه مجرى يعني ما اعرف كل واحد يروح مجرى اليوم ومعنا ابو البراء فراوي بكره حنان لا لا تعلق بدون تعليق ومعنا الاخ ابو عثمان نسال الله الاخلاص صادق عن الكاميرا
ومعنى الرجاء في هذه اللحظة جعفر بن الرياض وجعفر وتم كنيته ابو محمد الشركي. طيب ومعنى في الاخر جعفر الصغير في السن بديك هذا و اطلعت لهذا هذا البتار اخونا في الله لا ترفع يدك اول مره تطلع الشركه وراي الاخ صبر سابعه نسال الله الاخلاص ويفكنا ويكفينا شرهم دبس وابو جعفر واضع ابو سلمى يا ابو سلمى ما شعورك بعد نهايه العمليه يا اخوك؟ والله شعوري الله اكبر يا اخي شعور اي انسان شعر بالله يا شيخ والله شغاله جيب الشامبو يا فهم شعوري والله شعور الفرح والاعتزاز وهذا النصر لم ياتي الا بفضل من الله عز وجل ولا احنا ما لكن ما عندنا ما عند جدتي ثم والله كل شيء بيد الله عز وجل والحمد لله على النصر وان شاء الله من نصر لنصر ذكرني بالشياط وهذا يقول يذكرني بالشياط انا زخر يعني أهل نعم نعم ايه ابوي فرج كمال عين ولا شاهد المهم بلاحه وهذا وضع الكاس الله يهديه الله يهديه الدعايه والاعلان هاي الراس ما شاء الله الله يهددنا يا شباب يرزقنا الحسن النية والاخلاق الله اخلاق يطلعنا يا حامل الوردة شممني شوية خلي راسي يدورني ويا شرب من الموت يا ابو بحجل ابو بحجل يرحم امك يا ابو تميم لا ما عليك رجال ما فقنا نصوره شغل لا تصور دقيقة اصبر ما ادري شو كيف ما عرفت اصور تعال بالحرب تعال دقيقة صبر يا ابو محجل والله انها شغالة لا تصور بصور شو تعال اسمع هذا يقرب كذا وكذا يبعد وانا محهم بس لا تضغط ولا زر بس حط يدك هنا كذا شفت اللي يقرب شوفه ايوه اضغط تقرب شغاله الكاميرا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه والله اسمع قرب هنا انا هنا توكل ببتي انا اجتماعنا على شرب فنجان شاي ودلة واخترقنا خايفين العزايم العزايم محل فنجان قربني هنا خليك عندك قرب توكل طيبة يعني اشكر ما في نفس الفيديو البس يا شباب البس وهذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا صديق ما ندور بديل شو زين يمشي بعد يا شباب الاطفال لا يجلسون في ذا المكان صورتني صوره خلاه يطلع فوق احد الارهابيين للجهاد في سبيل الله ابو سلمى الحساوي كوكو لا تصور يا ابو الحساوي الحساوي ترى تخليه يضحك على الحساوي كذا ابو محجن تكبر عبد الشهد ابو محجن يرحم امه ابو عزام المكي عاد نزلت لقطه ثانيه يا ابو محجن الله اكبر يا ابو محجن محجن صور ايش تبى انت؟ لا ما اشوف شو تسوي لا تصور لي صوري بويمن ايش بس انت تصور ذحين؟ لا لا تضغط لا تضغط هذا تسجيل هذا في فيلم في الداخل انت جوال مع انت قريب بس بعيده فين؟ تذكره لا توريك هذه ايوه اسمع تدبر لي الشنطه خليها تنشطب اي خاف ادبر لك خليها اعطيك اياها خاتم الهاتف عندك شنطة يا ابو؟ هي دبر لك واحدة اعطيك جوازي الجد تعرف هذا؟
حسه أجد يا أيوة. أصلاً تنزل. لا قد أجد الحمد. كيف الرحال يا ابو سلمة؟ ماشي بالله. قلم يا قلم يا بنحر هذه قلم. غادي لسان ونما هذا هو هذا هو ما عليك تاكل ما ما عادي في عندي قلم احسن منه هاي القلم باربع الوان من اخذ عليك هذا لا لا الحارث انت رايح يا ولد لذينا الله يسلمك لك وعلى الندم ابو الحارث شوفوا جيك ابو الحارث ابو الحارث شيك صور لا لا بس احاول تحاول ما يطلع ما هو من شطح حسبي الله عليك ورقه يا عمارة مبسوط اول مره يطلع ابو محجن نسال الله ان يجمعنا في الجنه امين 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 انا والحرفي والمعجن والجماعه كلها والله تنام اخي على ذنبي دون في شباب مسمار ما حد داري على ابو على ابو نحن نصور بالصدق والله نتكلم انا مسمار ما هل ولا شريط ولا خرط تخرط والله العظيم فيها في البطاقه بالله انا صورت انا مصور يعني ابو محجن قالوا انت قالوا انت ابو محسن انت لما تسوق الدبابة ايه علمتها اكيد انك اها 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 خبر 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 حط ركز على الخبر هذا بصير 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 تكفو بصير ركز على الخبر ده بصير يا اخي صراحة ابو معجن معجن شباب نعم كبر هذه المراحل بالله يا رفق الله ها هو ابو سلمى يودع ارض الجهاد يترك اخوانه دليل للأطفال في جنبه ناموسي وأهل الشهامة لبتي نجلي يعجب الإشارة الحزام الفضر لصاحب الدليل لبتي تأتي الهوش لجا لا عزة إلا بالجهاد هذا طريقنا سنواصل بإذن الواحد لحظة إما نصرة وإما شهادة فهذا طريق الرجال نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل وأن لا يحبط أعمالنا وأن يجعلنا هداة المهتدين فأوصي نفسي وإخواني بالمواصلة على هذا الطريق والثبات ونسأل الله أن يعيننا الإخلاص والقول والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كيف حالك؟ ممكن تعرفنا باسمك؟ أبو حبيب الرحمن اليمني. حياك الله يا أبو حبيب. فيه كلمة توجهها لإخوانك في بقاع الأرض. نعم. أوجه كلمتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نصيحة إلى كل أخواني في بلدان العرب إلى كل كبير وصغير إلى كل فقير وغني بالمجيء إلى أرض الجهاد إلى أرض المهاد إلى أرض الرجولة والعزة وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني بكل أخوتي من جميع أرض البلدان وخاصة هنا الجهاد يحتاج رجال وشبان فيعلمون إن أعظم الله يريدون أن يمسحوا الإسلام وخاصة في دول أوروبا ولهذا أدعو وأستحبهم بالله من استطاع أن يأتي إلى الجهاد أن يأتي وهو فرض عين ويعلم الكثير عن هذا وجزاك الله خير جزاك الله خير قد غنى لنا مصعب كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيف حالك؟ تعرف نفسك أخوكم في الله أبو مصطفى فلسطيني حياك الله يا ابو مصطفى طيب كلمة توجهها لإخوانك في الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أوجه هذه الموعظة إن شاء الله تكون لعل تنفعنا وتنفع الإخوة عندكم نسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم إخواني في الله عندما قدمنا إلى البوسنة والهرسك
كانت مجرد أعداد قادمة من بلاد شتى. فبتوفيق من الله عز وجل اجتمع شملنا وتجمعنا تحت قيادة أمير واحد وفضل المنة لله عز وجل، وبدأنا جهادنا كجماعة وليس كأفراد. وبتوفيق من الله عز وجل تم من قبل الإخوة فتح مدرسة لاستيعاب الإخوة البسنويين لتعليمهم عن الجهاد من ناحية شرعية وليس من ناحية قتال، إنما قتال وإعداد شرعي. وبتوفيق من الله تيسر لنا الأمور وفتحت المدرسة وبدأ الإقبال من البسنويين أعداد قليلة، ولكن دائما كما تعرفون أنه الجهاد هو حماية للدعوة وأفضل وسيلة للدعوة ألا وهي الجهاد في سبيل الله. فبدأنا في ترتيب بعض الغزوات، وبفضل الله عز وجل من الله علينا بفتح، رغم أننا أعدادنا قليلة إنما كان الفتح من بدايتها فتح عظيم علينا بإذن الله عز وجل. كنا نأخذ أراضي كثيرة جدا، وكما قال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وما النصر إلا من عند الله. وكان الأسباب كلها كانت بفضل الله عز وجل من الله عز وجل، إنما نحن كبشر كنا نعد للأمر من ناحية الشرعية أو كأسباب مسببة. فبفضل الله عز وجل بدأت الإخوة البسنيين يسمعوا عن عمليات المجاهدين، وفي البداية لم يكن لهم أي فكرة عن تصور ما هو المجاهد وما هي شخصية المجاهد. ومن خلال قدومهم وسمعوا من العمليات بدأت فتح القنوات للتعرف علينا، وبدأ ينمو العمل عليكم السلام عليكم. وبدأ ينمو العمل من فترة إلى فترة إلى أن أصبح الإخوة العرب أنفسهم كانوا يجهلون طبيعة المرحلة في داخل البوسنة نتيجة الحصار الذي كان مضروبا من حول الكروات. ولكن أقبل بعض الإخوة الصالحين من طرفكم من الجزيرة فأخذوا بعض الأفلام وتم نقلها إليكم، وكما تعرفون هو بارقة أمن كان هو تقريبا بداية تعرف على الجهاز في البوسنة. ولكن الصورة في الداخل تختلف كليا. الخير كثيرا جدا، وأنصحكم وأنصح نفسي لا أن تأتوا للبوسنة لكي تشاهدوا الأمر على كثب وتروا صورة حية. الخير كثير جدا، والإخوة البسنويين بإقبال دائما. وبفضل الله عز وجل في العملية الأخيرة التي سمعتم بها حصل قتلى وجرحى ما يقارب 30 قتيل و70 جريح، ولكن الله من علينا في تحول لا يعلمه إلا الله عز وجل. الجيش البسنوي عبارة عن فيلق، والفيلق يتم عبارة عن 4-5 آلاف من الجيش البوسنوي، أصبحوا كلهم لا يروا إلا العبادة والطاعة والصلاة. أضيع الفيلم انزل تحت 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 باخذ المسجل هذا ما يبي العملية ما أضيع إذا باخذ ما يبي العملية بالسجل أنا. Time is going away. We have our share of fear.
الخناوة والثاني جميل ويجي نفس دي تعمل في خلافة ويجي دي تسأل الله في حق الناس فعلا ويجي نفس دي For the sick and the weak, he's there to heal. With tenderness and loving care, high above on his glorious chair, giving us chance after chance to repent. Greedy as we are, we should not complain. Taking the mercy of our Lord for granted, not even realizing that we're wanted. By the hot lane of paradise, or the raging fire which is soon to rise. So my brother, he's got to choose. Choose this world and it's heaven in you. Choose heaven and you'll be the one to gain. The fight and to save and to be seen. But this is a reward that only the mother can afford. With his demand and love from his Lord. That paradise and you will be my goal. So pray with me, my sweet companion to be, that Allah will guide me through the enemy by granting me victory or the chance to be with thee. That will be the day that you and I will want to see, the day that you and I waited so long for, you and I in each other's arms forevermore. The day that your face will be so very clear. So pray, oh pray, pray for that day to be near. The day that your face will be so very clear. So pray, oh pray, pray for that day to be near. The day that your hands will quench my thirst and give love to you and I. Want to live. The day that you and I were created to share your eyes into mine, which shine with a flare. Praise in the name of our Lord for that day that I died proud with my soul. So pray, oh pray, pray my beautiful holy. So pray, oh pray, pray that I die not in vain. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Sawrak ya Abu Khalud. Naam. اخر حدث اللهم جعل خير اساسا ان شاء الله. هذا سلم ترى اول شيء حدث ما بيسال له ان شاء الله بعد اقول لك انت عشان بس عشان لك يسمع هذا الشيخ كله لك ما هو بيعرف خلي ارفع صوت انا راضي اسالك تحت واحد نبدا نسالك قول خلاص ايش الغدا هذا سردين اليوم ابدا برات اسمه استاذ تيميسيس و بوسنو يا بنت خلي الرصاص
وما ليش نحن نشتكي شيء إن شاء الله حسورة حتى الله لا تقوى لي مثل حتى 50 مكوي الله ما تشوفوا شيء مجاهدة مادة تشوفوا شيء مجاهدة 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 سوداء اشرب سوداء القهوه على السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك؟ الحال طيب الحمد لله. صبق القهوة للرجال. هذا حق ابو سلمى هذا القهوة. خصوصية ولا كيف يعني؟ والله يا اخي خصوصية هكذا. قهوة ارسلت لها امها من اقول لك لا تفضحنا يرحم امي. السكر اقول لك لا تفضحنا. والتمر ودعم مادي يعني اي شيء ولا شيء يطلب بس من هنا. متطورين حنا انتم ما تطورتوا. وبعدين تعبنا في قرص للقهوة وقرص للشاهي وقرص مدري ليش ضايعيننا على صبرة هذا. طيب انت متحمس للقضية ولا؟ ان شاء الله نلحق الشهداء وبعدين القضية يتحملها ابو سلمى لان عندك كاميرا يصور من جهة. طيب كلمة للحربي شو تقول للحربي؟ والله اتمنى من الله ان نلتقي في الجنة ان شاء الله. الله اكبر. طيب شو رايك بالضفادج كلام ذا الحين؟ موت غول. ايوه صبره انت بتصورني. قلب التار كاكو بوسن الله اكبر كاكو فلابو سريع فلابو بسيط كيف حالك؟ بعد تضحك زينا ما شاء الله. تشرب قهوة ما شاء الله بسيط. شو اخبارك؟ عطنا وجه بعد. الله اكبر. وهذا هاري ان شاء الله هاري ساكي دام ساكي دام ساكي كاجي زا عرب ماما بابا موي بونو سلا في بريبا مالو أبو سلمى قلامه بودي مالو بودي. الله أكبر. هاي السلام عليكم. تعال أبو حبيب وره هين كم يزور تعال حتى حقك يا قروي تقدر خمس دقائق أخذ على الشاشة يا حسين. أقول هذا يا محب حبيب الله مخرج مسلم شدي مشي حكي عندي في السعودية. وش هالدبة يا ابو بسيط؟ هالدبة حقي يعني حب القرع يوم رنا هذا خال المانح هذا قال دبة قلنا لا هذا اللي موجود. ابو سالم لا تخرب الكاميرا والله يا قروي كيف وجع ابتسامة ولا تكشير ما ندري عنك
شو ابو علي سمع عنده عارض هاي ابو علي ما شاء الله عليه ما اخذ 10 في 10. كيف الجو يا اخوه؟ والله يا اخوك احب الاخوه. ايوه المقهى ابو سلمى الجديد. نعم. الذي تعاونت به شركة أبو سلمى للمقاولات والحفر وشركة أبو بصير النجدي وكانت تحفر ودفن للبشير. أيوة. نشكر الله كما بحمد الله عز وجل فتح هذا المقهى، والآن كما ترى يا أبو سلمى البسكوت أمامنا والنار أمامنا والشاهي أمامنا، ونحن اليوم في سمرة جميلة. ويا أبو سلمى ومع مشاركة الأخ ريك كان تعرفه الأخ غسالة والأخ لا تعلق لا تعلق يا شيخ. وهذه الليلة ليلة التاسع عشر من شهر صفر لعام 1416 مع عرف العسكري من الهجرة سبعة. بس يعلق واحنا قلنا له علق يا أبو بصير. لا ما اشتغلت. كيف القهوة البصير؟ نقول طيب ولا خربان؟ لا يعني امدح القهوة العربية وكذا. والله ما عاد امدح. ذمة طيب ذمة ذمة واحدة بس. انت احسبت. ما اعرف الله اريد يلا زورني اي تاكو تربا ان شاء الله ربيد يكون مويا ويسا ولا اي اصطالي براتي مجاهد اتاكو يستو ما ينشي تامو الجيهاد بهدي هذا نيمة مصطاق بهدي هذا نيمة مزاقة يسألو كافير يسألو الأخ يقول بدون جهاد السماء المعيشة، يعني الآن إحنا نجاهد وإن شاء الله بعد الحرب انتهى كمان جهاد، يعني ليش إحنا يعني الشعب جهاد دخل في قلوبنا بدون جهاد ما نستطيع، ولازم نحاول نكون هنا يعني كدولة إسلامية. الله يعني هذا المقصود. يقول مش هذا بس يعني أنا تفكيري، وإنما في أخوة كثيرين مجاهدين هم هذا تفكيري، كل أخوة مجاهدين هذا تفكيري، يعني هنا لازم نحاول نكون نواة الجهاد منه. الله يعني من هنا جهاد مش عشان تبطل غلطة كلها. الله يقول لك مش يعني بس حماسي أو وقتي، لا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد قائم إلى يوم القيامة. نعم. يعني ما يعني ما يمتاز عن جهاد يعني حتى. نعم. ما رأيك؟ ها؟ جهاد إمام باسين اقرب يا ابو محي باسين إمام الجهاد سينية خطفوت إمام سين ولا دابي غيلا ميداوي بسنة بوك بيدو الجهاد ميما نما طاسة بيد الجهاد سور لا احنا الفلاح احنا نخليك نركب بوسنا ميما طاسة بيد الجهاد تسوي الرجل حتى هناك تصور هنا جزاك الله خير جامع يا ابو زياد تكفى تكفى ارحم امك طلع السلاح ما مصورك يا ابو زياد بصور السلاح طلع السلاح شيء طلع يا الله يرحم والديك برو يا ابو زياد شوف هذا الشعر شعرفك يا ابو حاس وفي خله ها ورها ورها
أخلص بس علينا جزاك الله خير. خلاص تعال جزاك الله خير. إن شاء الله أنشد أنشد تركيا على الأخ حبيب بس ما يريد من الزمان مني. إن شاء الله أنشد جزاك الله خير. يبدأ شهيد تحصلنا متربى بالمسر يعني إن شاء الله يترجم رب يترجم غني كل اللغة العربية بعد يستنشد الصلاة يعني شهيد تحصلنا رب بالمسر شهيد يتبسم من عرشه من مقامه إلى ربه ويقول يا ليتني لو كنت آلاف روحي ويصطمر هذا الشهيد لا يقوم بدون الدم ولا يقوم بدون الشهداء وهذا ولا يقوم بدون الجرح هو امتحان ان هكذا يستمر هذا النشر جميل جدا يعني عندما نفهم المعنى جميل جدا ان شاء الله ابدا حتى لا تكون وقت طويل شهدتاً رب أجل مسار جنب جنيب صفر ضيّد يا رسول الله في لسي ظلمت شاهدتي ظلمت قربان ظلمت يا رسول ظلمت شاهدتي ظلمت قربان ظلمت شلسي ظلمت دعلاري اويب زندانتلر الله نورunu söndüremezler dağları oyup zindan etseler davamın önüne geçemezler karanlık ölür zulümat ölür gözler önünde ve ölüm ölür karanlık ölür zulümat ölür gözler önünde ve ölüm ölür anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit sevda şehadet nedir soludum kabri mahşer anını ümidi şehidi ve sevdayım şehit tahtından Rabbe gülümser akbiller de canım olsa ما ادري مين اللي خبر خش تعال هنا 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 ابوها نبي صور من السر صورنا يا ولد والله انا رحت حق الحين والله بيجي تحرم ايه صورتنا والله والله تكبير يا اخو احمد اقول لك لا خلك كانك ما كنت في الظروف الدنيا ولا شيء راح من اللي راح يجي خلنا نكتب ابو عباده اقول لك اخذت ال لحظه لحظه لا انت حتفرض مناديل هذا لا هو اقول لك عرفت مثل الطائفه الاغراض حقاته ما ادري من اخذها انا قلت في مجي دخلوا لا اعطوا هذا من عند السكينه يا جماعه هذا باقي حقه هذا الباقي ليش هذا الباقي حقك؟ الزيت وزيد اليمني احد المتطرفين في البوسنة والهرسة قل له اين ايوه اعطيت الماركين لنا ايوه يا اخي كيف ذاك والى جواره عمر الحربي والله شكلك دبوسه عبادي الشريع الياس القصيمي ابو عمر الحربي انا معلش طيب مركان ايش ورجعته الان رجعته الباقي باقي لما مركان ولا اصحاب النص والصفر الاثنين
عند بيتي بالسراويل. باقي لي هذا المركين صح؟ خلاص 10 مر جابه لكم صح؟ المركين والاصغار هذه انت يا ابو يمن. المركين والاصغار. ايه الثلاثه. ابو الفدا اليمني كان رحمه الله. كان ابو الفدا اليمني. وينك؟ عمنا سمع لي احد الرجال الله. ابو الفدا اليمني انه احد الشهداء الذين في البصمة والهرسك بطاقة صحفية مزورة. ارفع السلاح ارفع البال لها البال. وإذا في يحمل السلاح بشماله وفي يمينه الحولي. هذا أبو عمر الحربي. ونفينا النداء نحن جند الله أشبال الحداء. إن دعانا الحق نفينا النداء وزحفنا جعلنا. تعزم أسرع يا غالي. تحرك يا ابن الذين صورنا زي كده. شايفنا لابسين انت عسكري ما يصير. الصرب هدمها المسلمين فقتلوا ما قتلوا من الصرب. واجعل الإيمان من خير أساس أزهد تعيب الإيمان. واجعل الإيمان من خير الأساس والرداء. يلا سرع يا ابن الكلاشن. وابو البراء وقد رمى رمية حولاء. هذه غيبة. هذه في الحديدة البتار. الله أكبر. جاء في الحديدة سبع الليل. شايف هذه الزيارة شيخنا. خلنا نجرب لي واحد بتار. السلام عليكم. تكبير الطفيل. يا جبات عندنا سعداني. عندنا سعداني. ما هو شوفوا الحج هذا العمود هذا ما فيه. فيه عندنا حدايا صغير. اخر ما جيت لك. يلا اطلق خطها واحدة بعد. وراك لا اشبك يا بشار. هذه اطلق ثانية. أول صور عبد الله التركي. ارفع الصوت. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. كبيرنا الجهاد. الجهاد كبيرنا الجهاد. ارفع صوتك يا ابو شهيد طه شندان. رب اقول انثار جان بدلي شهيد طه. واحد يرمي. يلا قم قم واقف. صص صص صص. عثمان الرحيم. هذه السكين لها قصة. وهي يوم نزلنا من
المأسدة إلى المدينة للاتصال، ورأينا أحد الشياب البصريين فقال أنا سأعطيكم سكين، فذكرناه أنه سيبيعها لنا، ولكنه قال سأعطيكم إياها هدية لتقتلوا بها أو لتقطعوا بها رؤوس الصلب. فأخذناها منها وأنا أعرف أن نحن لسنا لست والله أهلا أن أخذها بحقها، فذهبت بها إلى جبهة وكنا مجتمعين في الملهى، فقلت للأخوة من يأخذ هذه السكين بحقها؟ قال أبو البراء القرظي رحمه الله عليه أنا أخذها بحقها، فكان نعم الرجل والله وأخذها ودخل بها العملية وأبلغ الحسن، وبعد انتهاء العملية واستشهد أبو البراء القرظي فرجعت السكين إلي وإن شاء الله أعطيها